رأي تعطيل مثلا كل مكتب توجيهات هل يخدموا عليها كاع ان الاهداف نحطوا الاهداف 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 وكاع المكاتب على الصعيد الوطني تخدم في هذا الاتجاه. اظن هكذا تكون واحد القيمه مضافه اكثر ان باش نديروا مكاتب لان انا 4 سنين درت هذه المكاتب صراحه زعما باش شي حاجه كثيره اللي دارت على الجهات الرباط يعني كاين ولكن ما كاينش واحد الهدف اللي كل عام غادي نحطوا هذا الهدف هذا الهدف هذا اللي في خمس سنين يمكن لنا واش حققنا. بقاو لانهم كيستافدوا واحد الناس كيستافدوا من هذه المسائل خاصها تمشي بحال هكا ولكن الاساسي في هذه المسائل واللي خصنا نخدموا عليه جميعا سواء المكاتب الجهويه او المحليه او المكتب التنفيذي او الفيدرالية ككل هو قانون تنظيمي لعين الثمن بدون هذا الشيء هذا تعاونوا بينكم ما تسناوش واحد اخر اللي غادي يخدم ديال الوزير المنتدب وكيف الميزانيه صلاح بان الطاقيت مدعم والخبز مدعم باش يبقى في الدرهم 20 وهذا مجانب للقانون ومخالف للمقتضيات القانونيه ومقتضيات القانون المفروض الاسعار المنافسه ان السعر ديال الخبز ما نديروش في اللائحه ديال الاشياء المسعره. القرار بانه مساعده الرئيس بان سعاده الوزير بانه يعطي واليوم مشكلة حتى شي نتيجه دازت شحال من ديال لكن ما عمر كان هذا النقاش على المساله ديال العشوائي ولا ما تحل العشوائي راه ما عمر هاد الحكا غادي من هو غادي يسير الشارع كيفاش غادي يعقل من خبازه دايرين فيها 4 عشوائيين وغادي تكون عندها شي نتيجه. حسن أبي عبد النور رئيس المكتب التنفيذي الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات. اليوم كما كتشاهدوا بأن عندنا واحد الجمع العام ديال التجديد ديال المكتب الجهوي ديال الجهات باتصال القنيطرة. هاد الاجتماع اللي كيجي في الإطار التجديد ديال الهياكل ديال الفيدرالية على الصعيد الوطني من بعد ما كانت واحد 5 المكاتب الجهوية اللي تم التجديد ديالها، اليوم نحن على موعد مع تجديد المكتب ديال الجهة ديال الرباط صلاة القنيطرة. كما كتعرفوا بان الفيدرال اليوم مشرف على واحد المجموعه ديال يعني كقطاع المخابز يعني كيعرف واحد المجموعه التحديات واحد المجموعه الاشكالات اللي كيعاني منها. هاد النقاشات اليوم اللي كيحاول ما امكن في ظل هذا المؤتمر او في هذا الجمع العام اللي يمكن ان كاين واحد المستجد اللي كان تطرح في الساحه كاين هناك اشكالات اللي يمكن ان ترفع حتى هي الجهات المسؤوله. فهذا المؤتمر هذا ولا الجمع العام هذا كياتي في اطار واحد الديناميكيه اللي كتعرفها الفيدرالي على الصعيد الوطني. كذا هي الان كما كتعرفوا بان كذا واحد ارتفاع الاسعار في المواد الاوليه اللي هي كتدخل اللي هي اساسيه في الصناعه ديال الخبز والحلويات. هذا اشكال اللي كيعاني من المهنيين، كذلك هناك اشكال ديال قانون اللي كنظم هذا القطاع هذا. فهذا كاشكالات حتى هي اللي يمكن ان اليوم الباب مفتوح على بصراعيه القطاع اصبح بدون تاطير بدون تنظيم، فلهذا كاين هذا اشكال. فبين الاشكالات اللي كيعاودوا كاين المستوى التنظيم بان كيفاش تكون واحد التنظيم اللي هو مهيكل اللي هو عنده قواعد ديالو اللي هو يعني باش انه يمكن انه يترافع على هذا القطاع هذا ويبلغ انه تكون هو كوقت قوه اقتراحيه اللي كيساهم بشكل كبير في حل واحد المجموعه ديال الاشكالات. هذا هو التحديات اللي كيعيشها اليوم الاساسي اللي كيعيشها القطاع. رضي الله فيه رئيس مجلس الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات. نجتمع اليوم في مقر الغرفة للتجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط صلاة القنيطرة من أجل تجديد المكتب الجهوي للفيدرالية بهذه الجهة. هذا الجمع العام يعني سنعقدوه انضباطا للقانون الأساسي للفيدرالية وفي يعني واحتراما للقانون الأساسي في إطار التجديد ديال المكاتب الجهوية اللي استوفت 4 سنوات. هذا الاجتماع كينعقد اليوم في واحد الظرفية خاصة تتسم يعني بواحد التذمر واحد الشكايات متتاليه ديال المهنيين اللي لا زالوا يعانون يعني يوما عن يوم استمرار الزيادات في المواد الاساسيه المكونه للخبز، وبالتالي يجدون انفسهم يعني مطالبين بواحد بالمحافظه على واحد الثمن اللي هو مرجعي، شيء اللي هو يعني يعني غير قانوني وغير مؤطر بقانون، لان الخبز سيبقى تحت المواد المحرره وتخضع لقانون الاسعار والمنافسه. ولكن المهني بحكم الزيادات المتتاليه انه الدغق لم يعد يمثل الا 50% من سعر التكلفه، وانتم كتعرفوا بان هذه كتعتبر يعني مقاولات يعني كتشتغل باش تحقق واحد الهامش ديال الربح، ومن حقها انها يعني الحسبه ديال الثمن كتكون عبر
يعني حسبه التكلفه وزياده هامش الربح باش يكون اللي غادي تكون ليه الثمن ديال البيع ديال الماده. فبالتالي انا كنظن بان هذه المقاوله اللي كتشتغل في اطار الخبز والحلويات تبقى يعني شانها شان باقي المقاولات، مقاوله ربحيه وكتقدم واحد كتشغل واحد العدد كبير ديال هاد العامله وكتساهم يعني في الدوره ديال العجله ديال الاقتصاد الوطني. فبالتالي انه حق هاد الناس هادو انهم يحظوا بواحد النوع من الاهتمام. انا كنقول بانه الحكومه خصها تجلس مع هاد الناس هادو وتشوف يعني في اطار واحد المقاربه تشاركيه من اجل يعني ايجاد واحد الحلول اللي تكون مرضيه للجميع واللي تخفف العبء على هاد المقاوله هذه اللي كما قلت كتعاني من جهه الاستمرار ديال الزيادات المتتاليه في هاد الاسعار المكونه لمواد الخبز والحلويات، ثانيا ارتفاع السومات الكرائيه لان الوعاءات العقاريه ولات وصلت لواحد الارقام قياسيه، زياده التكاليف الاجتماعيه لاننا منخرطون من طبيعه الحال في الورش الملكي لتعميم التغطيه الصحيه على جميع العاملين في سائر القطاعات، وبالتالي كتخضع لواحد الحاجه اخرى اللي هي تنافسيه غير شريفه للمحلات اللي هي كتشتغل يعني بدون اي تراخيص بدون اي احترام للمعايير اللي خاص يطيب فيها الخبز وخاص يطيب فيها الحلويات، وبالتالي كتشكل واحد التنافسيه اللي هي غير شرعيه وغير غير متكافئه مع المقاولات اللي هي كتشتغل في الدور. فبالتالي كنظن باننا كمقاولات من حق هذا الدوله هذه ان توفر واحد الحمايه هذا في اطار ما يسمى بتشجيع الاستثمار وتهيئ المناخ ديال الاستثمار. هذه ما كنظنش بانه توجد هناك مقاوله اهم المخابز في تشغيل يد العامله وفي تقديم واحد الماده بعد اللي اساسيه وحيويه للمواطن المغربي. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.